شو مدينة سفر؟ ما عم يطلعوا لنا بنقط البنك؟ بيدفعوا بالكارت. ما انا لما ظهرت من الشغل تذكرت الغسالة، اشتريت واحدة جديدة، دفعت بالشيك واكد لي. كان انا 10:30 بتكون عندك. كملت على اليوغا، جلست الشكرة، تحممت وانا وفالي مسيو لازم جدد الاشتراك. اكدت لها، نطيت على الATM، سحبت كاش، ما معها تصرف لي، ولا ابو عبد ولا ناجي كوفير. صرفتهم بالباركينج ودفعت لها، مرقت على البيت جبت جيجي، نسيت حمرتها. معك فرادة؟ كملنا على العشاء، كان كتير طيب والجو لذيذ، كمان دفعت كاش. بس خلص، رح بلش ادفع بالكارت. من اليوم بلش تعمل اي فيزا كارت من بنك بيبلوس لكل مشترياتك وجمع نقط وبدلهم بسفرات وهدايا من اكرم برنامج.